اهلا اهلا يا اصحابي، اهلا كلامكم بالالعاب. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنيجي نتعلم نشاط جديد مع بعض، هنتعلم فيه الالوان. دلوقتي احنا معانا اسطوانات ومعانا العيدان اللي لونها احمر دي. اسيل هتدخل كل لون مع اللون اللي زيه. يلا يا سيلة، ده لون اسمه احمر. ده اسمه ايه يا سيلة؟ احمر. اعمليه هنا كده، دخليها. هي بتدخل العود ده في الاسطوانة الحمراء اللي زيها. تمام، يلا يا سيلة اشتغلي اللون اللي بعده. برافو، يلا طلعي اللون هنا، اللون اللي زيه هنا. شطرة، اعملي هنا اهو. ماشي، يلا شوفي اللون اللي بعده. يلا خدي اللون التاني، اللون الاحمر. ماشي، يلا ركبي اللون اللي زيه الاحمر في العود. برافو، دخليه كويس. برافو يا سيلة، يلا اشتغلي. ده كده احمر وده اصفر. شوفي لون ايه تاني معاكي. الالوان الحمراء كلها نركبها، والصفر احنا معانا لونين بس، اللون الاحمر يا اصحابي اللي اسيل بتعمله ده، ومعانا لون تاني اللون الاصفر. لون تاني اسمه ايه؟ اصفر. اصفر؟ لا ده مش اصفر اصلا. مش معنى ده، لا معنى اصفر ده ليمون. يلا الاصفر، ركبي الاصفر. ماشي، يلا برافو. ماشي هنا ركبي. يلا تعرفي تركبي ولا لا؟ عارفه تركبي لون في الاسطوانه؟ وريني كده. برافو يا سيلة. يلا اللون اللي بعده، شوفي اللون اللي انت هتاخديه ايه، لونه ايه. تعالي هنا بالظبط كده. برافو يا سيلة، برافو. يلا نخلص كل الالوان الاحمر والاصفر، وفي عندنا كمان فوشيا. خدي بالك من الفوشيا، طلعيه برضو. بصي انا هفضيلك دي كده خالص اهي عشان تبان اللون معاكي هنا. لا اعملي ركبي هنا يا اسيل، هنا. برافو، ده اول لون فوشيا معانا. ركب فوشيا تاني. فوشيا تاني اهو، دخليه في الاسطوانة اللون اللي زيه. تاني هنخلص هنا، خلص الفوشيا. بس الفوشيا انت دلوقتي بتعمليه كله فوشيا؟ شاطرة، حلو جدا، برافو عليكي. مفيش تاني فوشيا هنا، مفيش تاني فوشيا. كملي بقى الالوان التانية. مفيش اسطوانة فوشيا تاني، فانتي اخدي حمراء او اصفر. يلا، في احمر؟ لقيتي احمر؟ لقيتي واحدة؟ برافو برافو يا سيلة. شوفي تاني، في تاني احمر ولا لا؟ في احمر تاني، في كتير احمر. هنعمل الاحمر كله يا اصحابي، لكن الفوشيا ما كانش فيه الا تلاتة بس. اعملي هنا، هاتي واعملي هنا. برافو، يلا هنا. برافو يا سيلة. الفوت الايه؟ ايه اصفر؟ ده اللون الاصفر، اسمه اللون الاصفر. برافو سيلة، ركبت كله يا اصحابي شطرة. يلا كملي اللون الاصفر. في اصفر ولا خلاص؟ كتير، في كتير. ده اسمه لون ايه؟ لون ايه جميل؟ اصفر. اصفر، برافو جدا يا سيلة، حلو قوي. شطرة يا اسيل، برافو.
اعملي هنا في المكان ده كتير يا صحابي، في اصفر كتير. كنت عايزه اخلص وخلاص. لا بصي شطره، في اصفر تاني هنا، ركبي هنا خلاص. احنا كده عملنا الالوان. يلا قولي اسمها يا سيلا، اسمه ايه؟ اخضر، اصفر، اصفر، وده احمر، ده اللون احمر اصفر، وده احمر، وده لو شاطره هتقولي ده اسمه ايه؟ لا فوشيا، اسمه فوشيا. طب تيجي نعد الالوان كل لون احنا ركبناه في الاسطوانات دي كام؟ تعالوا نتعدد، نشوف اللون الاكبر حاجه واللون اصغر. يلا تعالوا نعد، يلا ماشي، يلا الاصفر تعالي نعدهم. يلا يا سيلا ده كام؟ واحد. يلا عدي، شدي وعدي. اتنين، ما تفكهمش. تلاتة، تلاتة. ها اللي بعدها؟ أربعة، بعد الأربعة خمسة، بعد كده ستة، ها سبعة. الأصفر طلعوا كام يا أصحابي؟ سبعة. يلا الأحمر واحد، اللي بعده اتنين، تلاتة، أربعة، وده خمسة، ستة، سبعة، تمانية. تمانية ده بقتش أحمر، أنا قلت غلطك طلعت غلطانة. يبقى الأحمر برضو سبع ألوان، الأحمر سبع ألوان، ده فوشيا، ده الفوشيا. الفوشيا واحد، عديتي واحد فوشيا؟ اتنين، تلاتة. يبقى الخسران مين؟ أصغر واحد فيهم هو التلاتة، الفوشيا. أصغر رقم يا أصحابي اللون الإيه؟ الفوشيا. يلا نشوفكوا في فيديو جديد قريب جدا، ما تنسوش تدعمونا بإيه؟ لايك 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 واشتراك للقناة. مع السلامة يا أصحابي.